بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هنكمل السيتوسكيلتون، هنتكلم عن الميكروتوبيول والإنترميديات فيلمنتس. نراجع تاني إيه هو السيتوسكيلتون. قلنا إن ده عبارة عن كومبلكس نتورك، شبكة معقدة من الأنابيب الدقيقة مايكروتوبيول والمايكرو والانترميديات فيلمنت ممسوكين في بروتين وماسك في السيل ممبرين وعامل لينك وعامل شبك. ودي صورة ان بيكتشر للمايكروتوبيول والمايكرو فيلمنت. هنتكلم النهاردة ان شاء الله عن المايكروتوبيول والانترميديات فيلمنت. المايكروتوبيول معمول من بروتين اسمه توبيولين. عندي ثلاث أنواع من التوبيولين، ألفا وبيتا وجاما. فين الجاما؟ لا مش موجودة هنا في الصورة دي، اللي موجود بس الألفا والبيتا. الألفا والبيتا يمسكوا في بعض، تمام؟ ألفا بيتا، وبعدين ألفا بيتا تمسك، ألفا بيتا تمسك بالشكل ده، يعملوا عصاية. يعني أهو ألفا بيتا ألفا بيتا ألفا بيتا يمسكوا في بعض يعملوا عصاية. العصاية الواحدة اسمها بروتوفيلمنت. العصاية الواحدة اسمها بروتوفيلمنت. يتعمل 13 عصاية ويروحوا لازقين في بعض عشان يعملوا المايكروتوبيول. تاني، ألفا وبيتا تبيولين ماسكين مع بعض. نمسك بقى ألفا بيتا ألفا بيتا ألفا بيتا أعمل عصاية. العصاية دي اسمها إيه يا أولاد؟ بروتوفيلمنت. 13 بروتوفيلمنت يتجمعوا مع بعض ويلزقوا يعملوا لي انبوبه المايكروتوبيول. اذا الكروس سيكشن لما ابص على المايكروتوبيول الاقيها معموله من 13 بروتوفيلمنت. نعد كده من هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. كروس سيكشن معمول من 13 بروتوفيلمنت. الصورة دي طبعا دياجرام. صورة تانية دياجرام، اهي الفا بيتا يمسكوا في بعض يعملوا خط او عصاية. العصاية دي اسمها بروتوفيلمنت، 13 عصاية يعملوا الانبوبة. تمام، اهو ده تي اس سكشن لانبوبة لمايكروتوبيول معمولة من 13 بروتوفيلمنت. باي ديفينيشن المايكروتوبيول فاين تيوب constant diameter. ليه؟ لأن قلنا معمولة من 13 بروتوفيلم. يعني ايه unfixed length؟ الميكروتوبيول اللي بيحصل لها polymerization وdepolymerization، زي بالظبط فكرة لو أنا بعمل endocytosis وexocytosis، بخرج سودوبوديا ورجع تاني السودوبوديا، فاللينث بتاعي unfixed لكن الديامتر ثابت. بالألم ما بشوفهاش غير بالإميونو فلوريسنت تكنيك. إميونو فلوريسنت تكنيك، كلمة إميونو يعني بعتمد على حاجة اسمها أنتيجين أنتيبادي. بعتبر الأنبوبة دي أنتيجين، بجيب أنتيبادي محضراه في المعمل ماسك في مادة مشعة اسمها فلوريسنت. لو الأنتيجين موجود يبقى الأنتيجين أنتيبادي يمسكوا مع بعض، يبقى عندي حاجة بتشع. لو لقيت الحاجة بتشع يبقى هنا فيه الانتيجين. اميونو فلوريسنت تكنيك. بالاي ام انا معمولة من الفا وبيتا تبيولين بروتين. الالفا وبيتا يعملوا بروتوفيلمنت، 13 بروتوفيلمنت يعملوا انبوب. ليه اللينث فاريز؟ لاني بعمل بوليمرايزيشن ودي بوليمرايزيشن. طيب البوليمرايزيشن بتبدأ منين؟ من حاجة اسمها Microtubular Organizing Center، السنتر اللي هيبدأ يخرج التوبيول، اللي فيها مين بقى؟ الجاما توبيولين اللي قلت لك عليه. الجاما توبيولين احنا اتفقنا التوبيولين الفا وبيتا وجاما، تمام؟ طيب ايه بقى الجاما توبيولين دي؟ ايه بقى الجاما توبيولين دي؟ دي صورة دياجرام. ده النيوكليس، ده النيوكليس، وهنا منطقة اسمها السنتروزوم. السنتروزوم دي فيها ايه بقى يا اولاد؟ فيها السنتريول، فيها السنتريول اللي هو بنسميه الجسم المركزي السنتريول.
ايه الدبل دي يا ولاد؟ ده الجاما تيبيولين. الجاما تيبيولين اللي هيتحط عليه الانابيب اللي هي الفا بيتا الفا بيتا الفا بيتا، يعملوا بروتوفيلامنت 13 بروتوفيلامنت يعملوا انبوب. اصلهم جاي منين او الاورجنايزنج سنتر بتاعهم مين؟ الجاما تيبيولين. المايكروتوبيولز، المايكروتوبيولز قسمناها لدايناميك وستيبل. دايناميك يعني ايه؟ بعمل اسامبلي وديسامبلي، بعمل ريشيبنج اوف ذا سيل زي اللي بيحصل في الحركات الاميبيه اميبويد موفمنت والاندوسايتوزز والاكزوسايتوزز. الستيبل لا، ده انا بعمل حاجه مكونه التكوين بتاعها مايكروتوبيول زي السنتريول والسيليا اللي هي الاهداب والفلاجيلا الديل بتاع الحيوان المنوي. وظيفة المايكروتوبيول الشيب اوف ذا سيل، مسؤولة عن الشيب، ديترماين الشيب اوف ذا سيل، مدور بيضاوي سكوير مربع اي حاجة، الشيب بتاع الخلية. intracellular transport of the macromolecule بعدي عليها زي بالظبط برضو فكرة الفيلمنتس، ان بيبقى فيه ترانسبورت على هذه المايكروتوبيولز بعدي عليها حاجات. وفورميشن اوف ذا سنتريول والسيليا والفلاجيل، وبصنع الخيوط المخزلية تتصنع من المايكروتوبيولز اللي بيحصل اثناء السيل ديفيجن. بصنع الخيوط المخزلية اللي بتبقى موجودة أثناء السيل ديفيجن. طيب الكلينيكال أبليكيشن هنا إيه؟ الكانسر كيموثيرابي، العلاج الكيماوي اللي الناس بتاخده في السرطان. بتعمل إيه؟ بتعمل أرست للبروليفريشن أوف ذا تيومر. إزاي؟ بتمنع إن التيومر يسبريد، إنه يديفايد كتير. إزاي؟ بتؤثر على المايكروتوبيول أسامبلي. ما بعملش المايكروتوبيولز اللي هي فين؟ اللي هي بتعمل الخيوط المخزليه الميتوتيك سبيندلز. تمام؟ يبقى هي مشكله الخليه السرطانيه الانقسام، بتنقسم بطريقه رهيبه. الحل ايه؟ الحل ان انا بوقف الميتوتيك سبيندلز ده، فالخليه ما بتتقسمش. الميتوتيك سبيندل دي اللي بتقسم لي الكروموزومز، انت عارف ان الكروموزوم بيبقى الخليه فيها 46 كروموزوم، دي الميتوتيك سبيندلز دهيت بتعمل لونجيتيودنال سيباريشن، بحيث 46 اس هنا و46 اس كروماتيد في الناحيه الثانيه. لكن طبعا مشكله الكيموثيرابي ان هي بتؤثر على الخلايا الطبيعيه، اللي بياخد كيماوي تلاقيه بيرجع كتير وشعره بيقع، بيأثر على خلايا الجسم كله مش بس الخلايا السرطانيه. طيب الـ structure formed by the stable microtubule يعني ايه stable؟ هتخش في ايه؟ في تكوين مين؟ قلنا هتخش في تكوين السنتريول اللي هو الجسم المركزي، والسيليا الاهداب، والفلاجيلا الديل بتاع الحيوان المنوي. تمام. السنتريول by definition cylindrical يعني اسطوانيه structure، معموله من highly organized microtubules، مترتبه ترتيب كويس جدا. باللايت مايكروسكوب بتبان بصبغه اسمها ايرن هيماتوكسلين. مين شاطر يقول لي كان بتصبغ ايه الايرن هيماتوكسلين؟ الميتوكوندريا. بتبان as two dark bodies near the nucleus. ليه two dark bodies؟ لان بيبقى عندي one pair وبيبقى واقف perpendicular to each other، متعامد. two cylindrical structure perpendicular متعامدين to each other، وحواليها تيبيولين اللي هو قلنا عليه المكان اللي اسمه سنتروزوم اللي فيه الجاما تيبيولين. تمام. الصورة دي ايه يا ولاد؟ الصورة دي diagram. diagram لايه؟ لone pair of centriole. زي ما اتفقنا highly organized. ازاي؟ معمولة من 9 bundles وكل bundle معمول من 3 microtubule، فبنسميهم التريبلتس. تاني نعد من اول هنا، 1 2 3 4 5 6 7 8 9، 9 bundles 9 حزم،
كل حزمة معمولة من 3 مايكروتوبيول فبنسميها 9 تريبلتس، يعني كام؟ 9 في 3 ب 27. دي واحدة اهي ودي التانية اهي، واقفين perpendicular to each other. الوول قلنا معمول من 9 حزم، كل حزمة فيها 3 فبنسميهم التريبلتس، يعني عندي 27 مايكروتوبيول. طيب المايكروتوبيول A فيها 13 بروتوفيلمنت، B و C ممسوكين مع بعض، يعني B و C، A و B و C ممسوكين مع بعض. A البروتوفيلمنت بتاعتنا كاملة 13، B و C عاملين حاجة اسمها sharing، بيشير each other، share protofilaments، thus كل واحدة فيها 10 protofilaments. الصورة دي ايه يا ولاد؟ دي diagram للongitudinal section. طب الصورة دي ايه يا ولاد؟ دي EM لترانسفيرس سكشن. شايفة 9 بندل، كل بندل معمولة من 3 مايكروتوبيولز A B C. طيب ورينا منظر بقى الشيرنج والحاجات دي، تمام؟ دي كاملة، تمام؟ A كاملة، B و C شيرنج. تاني دول 9 تريبلتس A B C، A 13 بروتوفيلمنت، B و C شيرنج، كل واحدة فيها 10 بروتوفيلمنت. ايه وظيفة السنتريول؟ ايه وظيفة السنتريول؟ during S phase of the interphase. ايه الكلام ده؟ S phase يعني synthesis phase، interphase المرحلة ما بين انقسامين، المرحلة ما بين انقسامين. بعد الانقسام الميتوزس الخلية فيها ست، في الصوماتيك سيل فيها 46 كروموزوم معمول من فتلة واحدة. هذه الخلية تقدر تعمل كل الفانكشن إلا الديفيجن. عايزة الديفايد تخش تاني سيل سايكل عشان تعمل دوبليكيشن للدي ان اي والسنتريول بتاعها، دوبليكيشن للدي ان اي والسنتريول بتاعها. طيب لما اعمل دوبليكيشن للسنتريول هستفاد ايه؟ هبدا اعمل الخيوط المغزليه الميتوتيك سبيندل. هناخد كمان دقيقه ان السنتريول بتخش في تكوين السيليا والفلاجيل. الصوره دي ان شاء الله هتاخدوها في السيتوجينيتكس. ده الانقسام، الخليه هنا بتطلع 46 كروموزوم S، تعمل كل حاجة إلا الديفيجن. عايزة الديفايد لازم تخش الانترفيز، يعني إيه انترفيز؟ ما بين تو ديفيجن G1 S و G2 AS، دي بيحصل فيها دوبليكيشن لل DNA عشان يبقى الخلق الكروموزوم معمول من 2 كروماتيدز والسنتريول يدوبليكيت. طب لما السنتريول يدوبليكيت هيحصل إيه؟ ده 1 pair of centriole وده 1 pair، ده يروح أقصى الشمال وده يروح أقصى الجنوب، ويبدأوا يعملوا الخيوط المغزلية الميتوتيك سبيندلز عشان يقسموا الكروموزومز. دي الكروموزومز يا أولاد. تاني الصورة دي، ده EM لترانسفيرس سكشن of a centriole وده LS. بص كده سنتريول أو بيزل بادي. إيه بيزل بادي ده بقى؟ هقول لك كمان دقيقة. قلنا إن الميكروتوبيول بتعمل لنا السنتريول، وقلنا إن السنتريول بتخش في تكوين السيليا. إزاي؟ السيليا يا ولاد هي الأهداب، السيليا هي الأهداب. بتبان إزاي؟ hair like process projecting from the cell surface. Hair like process project على cell surface. الخلية اللي مكتوب لها تبقى ciliated بتنقسم السنتريول آلاف المرات. أنا عايزة كل سنتريول يعمل لي شعر، طب ما الخلية عليها آلاف الشعرات وأنا عندي one pair بس، فإيه اللي بيحصل؟ السنتريول بينقسم ألوف المرات ويوصل للسيرفس. بصوا على الصورة دي يا ولاد، ده السيل ممبرين بتاعتي، تمام؟ السنتريول ينقسم إلى ألوف، كل سنتريول يعمل شعرة واحدة. طيب الجزء ده هو اللي عند السيل سيرفس اللي هو لسه تحت السيل ممبرين،
ده هسميه البيزال بادي. هو نفس الستركتشر of the centriole. 9 تريبلت. وقلنا التريبلت A B C. قال لك A وB من كل بندل هيطلع عشان يعمل لك الشافت. يبقى البيزل بادي نفس الستركتشر of the centriole 9 تريبلت. 2 مايكروتوبيول يطلعوا من كل بندل خلاص، وزائد معاه السيل ممبرين عشان يعمل لك الشافت. يبقى إذا هنا الشافت معمول من 9 دبلتس. تمام؟ تمام. ويظهر 2 في النص، يعني عندي 9 دبلتس ويظهر 2 في النص، هنسميهم السنجلتس. هنسميهم السنجلتس. جم منين يا دكتور؟ أنا عندي المنطقة ده هي مليانة توبيولين. طيب سي راح فين؟ يعني A وB طلعوا فوق وعملت 2 سنجلتس، السي بقى راحت فين؟ السي نزلت لتحت، عملت بوليمرايزيشن داونورد. ليه؟ عشان تثبت السيليا ده هي جوه السيتوبلازم. عملت ايه؟ grow toward the cytoplasm forming the rootlet. تنزل وتعمل الروتلت. يبقى الروتلت معمول من كام؟ مايكروتوبيول معمول من 9. يبقى الروتلت 9، البيزل بادي 27، والشافت او الاكزونيم 20. 2 في 9 ب 18 و2 في النص 20. تاني السيليا عامله زي الشعر، هير لايك سترياشن، على الفري سيرفيس، السيرفيس اللي انا هشتغل عليه، يعني ده السيرفيس اللي هحرك عليه الحاجه. تاني الـ EM معمولة من basal body وشافت وروتلت. البيزل بادي 9 تريبلت، الشافت finger like cytoplasmic projection من على السيرفيس covered by cell membrane. 9 دبلت، ليه دبلت؟ A و B بس اللي طلعوا، وحصل 2 singlets فعملت لنا 20 microtubule. أمال إيه الروتلت؟ C نزل وراح ناحية السيتوبلازم، فعندي كام؟ 9 في الروتلت. C in the basal body بينزل to fix the cytoplasm in the cilia to the cytoplasm، يثبت الشعيرة الشعرة في السيتوبلازم. تاني ده السيل ممبرين، ده السيل ممبرين. يبقى هنا ده السنتريول أو البيزل بادي، هنا ده البيزل بادي، مش هسميه بقى سنتريول، هسميه البيزل بادي اللي هو نفس الاستراكشر بتاع السنتريول اللي هو 9 تريبلت، اللي هو 9 تريبلت. تمام؟ و A و B يطلعوا من كل بندل خلاص، يعمل لنا 9 دبلت، وفي النص يبقى فيه سنجلتس. الصورة ده هي EM للشافت، ده السيل ممبرين، وده الاثنين سنجلتس، اثنين اسفه هنا الدبلتس، وفي النص فيه السنجلتس. هنا الصوره دي فيها حاجه غلط، نفس القصه اللي بقول لك عليها، لما يبقى تبص على حاجه من النت تتاكد ان هي مظبوطه 100%. لو عديت دول مش هيطلعوا 9، هيطلعوا 8، دي غلطه في الرسم. تمام؟ طيب هقول حاجه بسرعه كده، ليه اهميه السنجلت عشان حركه الشعر. ده التسعة دبلتس واتنين سنجلتس بيشتغلوا ازاي؟ اولا لازم حتما ولا بد يكونوا ممسوكين ببعض، يعني A و B لازم A تبقى ماسكة مع B الناحية التانية، تمام؟ بتاعة البندل التانية لازم يكونوا ماسكين ببعض عشان لما يحصل حركة كله يتحرك مع بعض. تاني حاجة لازم يكون طاقة، في طاقة اللي هي حاجة اسمها داينين ارم، الكلام ده جست بس تفهمه مش عليك. وهنا السنجلتس ممسوكه بحاجه اسمها ريديال سبوك، كان المنظر ده عامل زي الطاره بتاعه العربيه زي الدركسيون. تمام؟ الكلام ده مش موجود عندك في الكتاب بس ده للفهم، ان المايكروتوبيول A ماسكه في البي بتاعه النكست دبلت بحاجه اسمها نيكزن، مش مهم الكلام ده، وماسكه في السنجلت عن طريق الراديال سبوك، وفي طاقة عن طريق الداينن أورمز.
تاني، ده السيل ممبرين وده الدبلتس ممسوكين في قلنا الداينن أورمز والريديال سبوك اللي ماسك في السنجلت ده عشان الحركة بتاعة السيليا. الترتيب ده يا أولاد عشان حركة السيليا. السيليا بتعمل wave like manner بتموف البارتيكل in one direction. أهمية الكلام ده فين يا أولاد؟ مهم في الريسبيراتوري سيستم والجينيتال سيستم ميل وفيميل. في الريسبيراتوري سيستم السيليا دي بتحرك الدست والبارتيكلز in one direction upwards عشان ما تخشش اللنج. أما في الفيميل جينيتال سيستم موجود الفالوبيان تيوب عشان يحرك الأوفا من ناحية الأوفري لغاية ما توديها لليوترس. بالنسبة للونج سيليا اللي هي بنعتبرها لونج سيليا اللي هي الفلاجيلا تيل اوف ذا تيل اوف ذا سبيرم برضه مهم للحركة. السيليا لونج سيليا بيعمل التيل اوف ذا سبيرم. دي هتفهمها اكتر ان شاء الله في سنة تانية، ان هي السيليا دي بتبقى موديفايد اكت از ريسبتور اللي هي المستقبلات اللي موجودة في الشبكية اللي اسمها الرودز اند ذا كونز. ده التيل اوف ذا سبيرم، نفس الاستراكشر اوف ذا اكزونيم، نفس الاستراكشر اوف ذا اكزونيم بس طويل. الفانكشن طبعا حركة السبيرم. لو عندي سندروم، السندروم ده يعني كذا حاجة مع بعض، كذا عرض مع بعض. إيموتايل سيليا سندروم، اتفقنا مع بعض. اي ام قبل اي كلمة يعني لا، يعني هذه الأهداب لا تتحرك. بتبقى مع بيبقى في إيموتايل سبيرم في الميلز، الفيميل برضو بيبقى عندها إيموتايل سيليا في الفالوبيان، ويبقى في عندهم كرونيك ريسبيراتوري انفكشن عشان السيليا اللي هي مش موجوده مش بتتحرك عشان تودي البارتيكلز والدست والحاجات دي هي ابوردز عشان ما تخشش اللنج. يبقى هنا اللي عنده ايموتال سيليا سندروم كان راجل او ست عندهم عقم ومشاكل في الجهاز التنفسي. طيب هناخد بعد كده، احنا خدنا المرة اللي فاتت الـ thin filament، هناخد دلوقت الـ intermediate filament. intermediate filament دي عبارة عن family، احفظ الـ diameter A من 8 ل 10 نانومتر، معمولة من polymerization of tetrameric subunit that differ chemically. كلمة تترا يعني ايه يا ولاد؟ يعني اربعة. يعني ايه الكلام ده؟ الانترميديت فيلمنت، الانترميديت فيلمنت بيبقى عندي عصايه اسمها مونيمر، مونيمر ومونيمر يعملوا دايمر، دايمر ودايمر يعملوا تترمر. التترمر ده يا ولاد يحصل له بوليمرايزيشن، والحاجه ده هي مختلفه كيميائيا، انا بقول فاميلي فهو كذا نوع. الانترميديت فيلمنت ما بتلمش وتشتغل، يعني ما بيحصلهاش بوليمرايزيشن ودي بوليمرايزيشن، لا هي does not disappear او reform زي الميكروتوبيول والاكتين. فالمين فانكشن هو السبورت، المين فانكشن بتاعنا بتاع الانترميديت فيلمنت هو السبورت، بيمسك بيعمل لينك اوف ذا سيتوبلازم والنيوكليوس والاكسترا سيلولار كومبارتمنت. تايبس اند فانكشن قلنا انا موجوده فين؟ سبورت، اي حته هقول لك عليها دلوقتي سبورت. الصوره دي دايجرام، الصورة دي دايجرام، قلنا مونيمر ومونيمر يعملوا دايمر، دايمر ودايمر يعملوا تترمر. polymerization of the tetramer، ده التترمر اهو، polymerization يعمل intermediate filament. نفس الكلام الصورة دي دايجرام، مونيمر، مونيمر ومونيمر دايمر، دايمر ودايمر تترمر، ال polymerization يعمل لك الانترميديت فيلمنت اهي. الانترميديت فيلمنت لازم ابقى حافظ هي موجودة فين واسمها ايه. اول فيلمنت اسمه السيتوكيراتين، كيراتين موجودة في الخلايا الموجودة في الشعر والضوافر، هير النيل، فانكشن سبورت،
فايمنتن ده نوع من انواع الانترميديت فيلمنت موجود في النسيج الضام والعضلات فانكشن سبورت. ديزمنت موجود في المصل بتجوين المايوفايبرين اللي هي مسؤولة عن الانقبادات الاكتين والمايوسين. النيوروفيلمنت موجودة في النيورونز. نيوروفيلمنتس من اسمها سهلة، موجودة في النيورونز اللي هي الوحدة البنائية والشغالة أو الخلية الشغالة في النيرفس تيشو. جلايل فايبريلر أسيديك بروتين ده عبارة عن انترميديت فيلمنت موجود في الجلايل سيل. ايه هي الجلايل سيل؟ قلنا السين اس في عندنا خلايا شغالة اسمها نيورون وخلايا بتعمل سبورت اسمها الجلايل سيلز. في عندنا اللامين ده موجود في النيوكليير انفلوب. اتفقنا اي كلمة من دول الوظيفة سبورت، سبورت للمكان اللي هي فيه، يعني اللامين بتسبورت النيوكليير انفلوب، الجي فاب او جلايل فايبرالر اسيديك بروتين بيسبورت الجلايل سيلز، النيوروفيلمنت بتسبورت النيورونز اند سو اون. طب ايه الكلينيكال ابلكيشن يا ولاد؟ لو واحد لا قدر الله عنده كانسر والكانسر ده منتشر وشفت ماس، احلل الماس دهيت واشوف نوع الفيلمنت ايه. مثلا لقيت نوع الفيلمنت ديزمن، يبقى اقول والله دي شكلها كانسر طالع من العضلات وابدا ادور. طب مهم الكلام ده ليه؟ عشان اعرف اشخص، ولو عرفت اشخص هعرف اعالج الورم، اعرف الاوريجين بتاعه، اقدر اعرف طالع منين. ده السيتوكيراتين، ده السيتوكيراتين موجود في الخلايا بتاعه الشعر والضوافر. ده الديزمن ماسك في المسلز، ماسك الاكتين والمايوسين. ده النيورون يا ولاد، النيورون ده بيبقى ليه بروسيسز، ليه حاجة بروسيس كده اسمها الدندرايت، واقفة كده ازاي؟ بوجود النيوروفيلمنتس، زي ما يكون محطوطة على شماعة. اهي دي نيوروفيلمنت، ده الخلايا اللي اسمها جلايل سيلز، شايفين البروسيسز بتاعتها دهيت، مين اللي عاملها؟ عاملها السبورت الجلايل فايبريلر اسيديك بروتين. اخر حاجه اللامين، اللامين بيعمل سبورت للنيوكليير انفلوب. التفصيل بتاعه مش علينا، مش عليك انك تعرف التفصيله بتاعته. اللامين، اللامين ده موجود على الانر نيوكليير ممبرين. فين هو؟ بيبقى موجود الا عند المناطق اللي فيها النيوكليير كور. مهمة ليه؟ أثناء الانقسام أنت عارف إن النيوكليير ممبرين بيديسابير هو والنواة، تمام؟ طيب مين اللي هيعمل كنترول إن أنا أرجع تاني أريفورم تاني، يعني أعمل بريك داون وريفورم النيوكليير انفلوب؟ اللامين، اللامين مسؤول إن هو يرجع تاني النيوكليير انفلوب بعد الخلية ما تنقسم. ده الانر نيوكليير ممبرين. النيوكليير ان شاء الله هناخد المره الجايه نواه حواليها نيوكليير انفلوب او ممبرين، معمول من تو ممبرينز اوتر وانر، بيبقوا فيوزد في منطقه النيوكليير كور، تمام؟ طيب ده اللامين موجود على الانر نيوكليير ممبرين اكسبت عند البورس. مهم ليه؟ بيعمل سبورت للنيوكليير انفلوب. السبورت ده ينفعنا في ايه؟ اثناء انقسام الخليه او بعد الانقسام بعمل ريفورم تاني للنيوكليير ممبرين، دي الوظيفه بتاعته. ان شاء الله اخر محاضره باذن الله تعالى هتبقى الانكلوجنز اند ذا نيوكليس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.